وصلوات الله وسلامه عليه وجزى الله عنا وعن رسولنا صلى الله عليه وسلم خير ما جازى نبيا عن أمته. أيها الأخوة في الله، أيتها الأخوات في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبواتم من الجنة منزلا. إلهي سبحانه وتعالى وحان كبري بفضله وكرمه إنه إنك أقبل إن شاء الله تعالى عملك صالحا القبلين فرنك أعفلنا مساجد كاسي بيتك قريها إلهي كمدا إلهي إنه قدر سبحانه وتعالى ميزانك حسنات كينا مالنا رباها النهي حسنات كينا إلي كردان سيئات كينا إلي نسقامان مالنا رباها النهي إلهي سبحانه وتعالى مركو الله بدور المخلوقات كم أو متكستو الله بدور السجارة يسوى لك الجمعين إلهي سبحانه وتعالى يسأل أحضوظة أين ترجمان لهين أريد رسولك عشان صلى الله عليه وسلم الدور متشرو إلا إلهي ما الله يوم القيامة وليس بينه وبينه ترجمان. تصور ذلك أدو إلهي قابوري وكلها ضي سكارة أدو هبلة وإلي هبلة وصداسة أيو رب كلها ضي سبحانه وتعالى يوم القيامة واحد ترجمان يا واحد طول كملة يا طولك أما ترجمان الصومالي ملح مركز إلهي سبحانه وتعالى وحكم قرسين يا عمل كي أعاد سميسي أدوية ذلك قرسين يا إلهي موقيا سبحانه وتعالى لكن رب العالمين عدال سمي ونضع موازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. إلهي وحود الجن وحود الشيء ميزانك عدالة سقى الأبوري عدالة دون أبوري يوم القيامة وعدالة حتى تكون الضوضاء سيد الله يركي أكلاء الضوضاء نحق مولي ويدوري لكن سواش وحوي ربك لا يظلم أحدا إلهي قفنا من ظلم سبحانه وتعالى مركو ربي إلهي الله الذي يقفك مغورنا يا ذنبك يسا يسا سمصة ما يسي مركاسونا نعم يا رب العالمين لكن قفك ما تقالنا مردو إلهي كلها سبحانه وتعالى وإلهي كل النقاشه خير بعد آيات كتيرتا معايا لكو حاجر إلهي وسن للنقاشين أؤون الله الليين أؤون فيرين إن الله لا ينظر ثلاثة لا يضرهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم بحكواسيهم وصدح قلوا إلهي وسلح الدين ونفيرين وإيه سيد أركت على فوقليا ما بل الله الله يكوى شيخ زان وملك كذاب وعائل المستكبر صدح أيه وشا كذا ومسه قال يا مرك هرا والله اللي ما يوم إلهي ما فيرنا يوم لو ما مسه الباب كاب الله جحر بعدين تي الباب كله مسه قال يا لو الله الله وهم بعد دودي إله محمد إلهي ما والله جاي مني كقاعدو لكن كوا الله اللي ما يوم نندع شيخ مرك لا يعلواني وين هذا تحاس يا شيء أوري يا شيء حلال هلاي هذا نزل يستي شيخ الزالي كاسك الباب في المحاق وهي وحيكون المحاق دواعيدي وفعل خيسميين أسباب تسيب المالك دليارو يعني على قلت دليارو وانيل دليارو يجيسو كلو لهاي وحبا بالنفطي بابا لكن أضي الزليستي نعور ربا أضي عفافك كتك دو صوراتي شيخ الزالي هي مسؤولة ما بقرة من مدحوينة بين الله هذا مسؤول يا محمد بنت كشيء قال كذا وله بين بكم بسطين جميع ملوك الأرض كذابين وجموع رؤساء العالم الإسلامي كذابين كلهم إلا من رحم الله
إيه عائل مستكبر فقير متكبر صدق على هرت إلهي ما بأيه وفقير ومقرب يسايا متحمل يا صومالي أنا أقول لك قد دمسوا قلدوناني تيار يا طب بضم بسوا قلدونا لا شك في ذلك نكو هدو حولم بدليه هاي وبدي شو ديار دليه هاي ومراكب يبوت بدليه هاي ومليونير هاي وحاملوا ركرة يعني حياتي ما متغنى أيا كبر بديسي وقارون كان من قوم موسى فبغى عليهم يعني قارون الحرب ضبوها وراك وحالي الحرب ضبوها حولها ملك لقاها بليو وحول الآد وحول الدين فوها مليار دير وكبر مكان يا وابتقي فيما أتاك الله الدار الآخرة لكل ذكي فعلا واروح إلى أيك سيئي إلهي والدديس قد لف وحولها المسيئي خالي عشاء إلهي قد لبين ذلك ولا تنسى نسيبك من الدنيا وحوليني انت عنو صورا وحوليني وحولي سمك القياسي متغانا وحالي المخازين تيسا فريا الخوضة جيل بالوق هذا جيل يعني قفبق هذا كرو نبقى فرصة شاف كبو وضمه فريالك أفر تال فرقة يا واحد فرع لها أفر فرع لها ويقول بديه بأفر تفر فرع مساجده يفريه يقول جيل قل يراك لفريه لكن فرع قارون بابور جديد بالوق هذيك جديد كاب عليس كوها فريال كسر مخازين صفريال فرياشة بنكي فرياشة ألعبت فرياشة تهلا جرادة يلاها صدق وكبري لكن كو كبري متغانا وحلو معاكم عين فخصفنا به وبداره الأرض إلهي يقول لك ويقولك إساقي حولي سيا معاه حتى الأمور أن البلدات بساكين توقعته وعلي ونجاس وعرم بإسلاء خلال بابين والرباية النجاس إساقي حولي زوال إسرائيل فخصفنا به وبداره الأرض إساقي حولي سيبا قولك للإسلاق اليه وين بابين إذن كاسا حول حدي وحتر يعني حول حتر الهايب بركا كاسا دو أنا مبرر معها لكن على الأقل هو كبري لأنه حولولها قرآنك يحكلوا ليه قرآنك كشاكيني طبيعة إنسانك إن الإنسان لا يطغى الرآه استغنى أضنك هو كبرى وحد قدبى مركو أركو حقائر وكافتو إنه كافتو يعني حقائر وصار بحكولاه ضد بهذا حكولاه مركان كيما دينا ودينتي دعوتي إسلام كي وعقيدتي دعوتي نوربو يمد شرع مالسيين وحقائر وحوائز وطوة توصي وحالي له أنيه وصدق يسوع مساجد حكالة سلاة تكوه إلهي كيف حكولاه هارا نورجي هارا نورجي ما بتيجي هذا النورج يعني هو ترجيك الله سبحانه وتعالى الله ما بعني الله ما له بعيا الله ما هو بعنا سبحانه وتعالى ما عند بعيا كافتون كرتها ما يا ويا محايا لي هذي حولك أستل وصي حولك أستار وعافمات كلاجأ على كور هاي حولك وتره نبى تشري مصر يا فقير بوها فقير بوها وكاتب له وحبو قولي تشري قصص تقولي تشري قصص تي روايات كيو بوغات تمام تغانا وحول مميي قصص تيسي أجيال دم جنريشن دم بودين تيسلام كبحي أخلاق دا كبابي كو أجيال الأميين وحلو هذا اللي حالين وهرو وحبك كم تروح بخوري يا واحد بام بخوري وعاشل بخوري بوقتي صلاة خرستي كم أكون فيلم بالجا سميني وحي صوت وفسق يا عمان يني عام في عليه كلكو قاري سجاشر أنت أنا فقير بها وهو قرآن وحلق سيا وحيلا قروشة قروشة ملاليم بوهلا يا وحيلا سي جائزة نوبل سجاشر مكو قاري
wuxuu raadinay moogta xor uu raadinay Soomaa jaaizatu nobel nobel prize balasi bilaadab suugaanta iyo qortaanka lagu siiyay markii la siiyay waa amsa nobel prize lacagteeda yaa qaadan oo waxa ay soo Sweden iyo Norway saddex milyan ya waxa uu saas wax lacag oo waxa aan tixgali karno lacag xoolin kibki la gudoonsiiyay saas uu fiiriyay sagaashan uu jiraa heer afarta sanaa haween inuu ugu dambeysay waa khalaas oo dhamaatay xagga uu ka cadatay sokor buu qaba dhiikar buu qaba hilib ha cunin baa la yidhi aabi wax sokor lahaa cabin baa la yidhi wax milix lahaa cunin baa la yidhi kinka iyo mataqaanaa iyo xabada noocaas oo cun lacagtii saas u fiiri wuxuu maxaa ku salaa maxay tahay konto kisare makhluuqaadka dhimanaysa waxaad u socotay maxay ahayd lacag lacagta hadda waa heshay laakiin kuwii ka abuuray eed caasiday subxaana wa tacaala yaa kaa xidhay inaad ku intifaacdo dad kale ku intifaacaya aan kugu shukriyayn xataa kuu ducayn maayaan waayo makhluuqaadka dhimaso dhowa ku habaarayaan ilaahay oo inkaa ku ilaahu cadaabka geli ilaahu naarta u bari ilaahu intuu la dhumiya xataa kuwa yowma alqiyaama maxay odhan doonaan isagaa na dhumiya yaa rabbal caalamiin cadaabka u wada laalaab isaga cadaabka meesha u dambaysa geli isagaa na keenay cadaabka ebeelihii yaa way isqabsanayaan ha dhow idan maxay tartay markaa xoolo markuu alla ku siiyo walalaa kumaysa alxamdulilah rabbi alcaalamiin ilaahay baa xoolaha iskale huwa aladii yucطii huwa aladii yamnac isagaa xoolaha bixiya isagaa diida isagaa caafimaadka keena isagaa ayaa cumriga dheereeya isagaa ayaa mataqaanaa tacliinta fiican qofka siiya isagaa qofka toosiya allah subxaanahu watacaala caafimaadka yaa keena الله الله إلهي روح كستكيل سبحانه وتعالى مركع عائل المستكبر باكو كالي وفقير متكبرة ثلاثة لا يضرهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يطهرهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم صدح إلهي مائل سبحانه وتعالى يوم القيامة ما طهره ما قرحيه ما وراتيه شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر ولا ليال كلمة دي إن شاء الله تعالى عنوان كيروا محل قصة لقمان إلهي محور سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد اتينا لقمان الحكمة ان اشكر لله ومن يشكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان الله غني حميد واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير
يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمس في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير قصة لقمان لقمان وهو من أفريكانا من أفريكانا قرآن كما كشيكي وعلى سكوة فقسية علماء الإسلام إنو نكرها من إطلب بضم إنو هاني المذو وقابل وسكي سوية وتنجيس وذقهين وبشبيس وتحتحين سبعد كورما أنت عرفتها نكاس قرآن كله كشكين وإلهي سبحانه وتعالى ما يقدرك بدالت هذا إنه إيريا أو عادية إنه يوروبيا إنه نوشكية إنه صوماليا إنه نيجيريا إنه أفريكانيا إلهي دان كماله إلهي وحوف في ريا قلب غاغا ما في عمتهاي أو قلب غاغا ما توسيهاي أو مسلم في عمياتهاي إلهي وحو كراميني أهل الجنة دقريسا هذا الدير تهي وضلوان بتريا نصتهاي لكن أدقارتهاي ودوالك عاصده وصلاة إلهي أد خيالته او ادين تي الله كتبته الله وحكمه فلمايو نارت ادغريسا نيكا وحالي اظن بقول وحتى اجمع عشرك لكن الحكمه الموسيه حكمه ما تقال حكمه وحالي لا وحا شيء سنه كو عمل فشو هذا المسلم باريه واتري اسلام كوينو كان مغلو مقارنة الفعل بوحي القول بالفعل بل هذا حكمة هذا الكاغا هي قول كاغا هي فعل كاغا وين يتوافقان حضي هذا الكاغا هي فعل كاغا وين يتوافقين حكيمتي واحد شيء يسوع حضي هذا قدر الفعل حكيمتي وحالي هذا واحد كاستميشي سيلا له لقمان ويلكيسي مواني ويلبو دلي سيدات عروتا إلا وامو دلي عروتا غرغر حضر مركا آيات وحيو تشيدا إلمها قواني إلمها قال الله هذا وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه لقمان با ويلكيسي وحكو الإساق وعدنية إساق أمر يلا مورني isagoo gulgul iyo laba oran waxa la soo wacdinayaa isagoo waaninaya marka ilmaha iyo aabuhu waa inuu ka dhaxay xiwaar wada hadal discussion sharaacu saasay ku leeyahay ilmaha gooyay hatta gooyay la hadal la sheekayso waan wax fiican u sheeg waxa uu ka reebay uu fahmayaa haw qadar inuu fahmayo haw qadar inuu wariyar yahay oo uu sir garanayo waxa sheegayso waxaas maskaxdu gashanaya wuu ku cawfali doonaa ilmahaaga waa inaad barto discussion ka iyo xiwaarka wada hadalka arurti tusaale school ka aadin intaad markuu caadeeyo ee uu weysaysto ee uu tukado u yeer laba saddex daqiiqo waan la hadal dardaarasi maalintaas iyada maalinka uu sii socdo xataa waxay ilaadaan tarbawiyan waxaa laga yaabaa inuu suuqa ku ciyaaro oo uu rabsho sameeyo laakiin wuxuu hadda yar daalisaa horti isagoo yar daalin oo aad la xiwaar la sameeyay aad tagto uba Charles ma hayo wax kale uba magaranayo tartiib uu u fariisan waa nooc tarbiyad weyn la hadal ilmahaaga ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu quraan ka sheekeeyay wuxuu ku yiri inuu ilaahay ku mahadiyo
إلهي سبحانه وتعالى حول لقمان حكمة باصيني أتينا قرانك أو حكوتش ارتمك قرانك لا شاكين إلهي سبحانه وتعالى ونالك إيساء يسوء ضافيا قد فيه ولقد أتينا أنك عصيني لقمان الحكمة حكمة الله لقمان سيني قرانك ونواصا وحي خيرا إلهي سبحانه يسوء ضافيا سبحانه وتعالى وحي شرا إلهي سبحانه يسوء ضافيا سبحانه وتعالى آيات القرآن في سورة الجن فيه وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أن أراد بهم ربهم رشدا وإنا لا ندري أنه مقرانا ينو أشر شر يا أريد بمن في الأرض ذاتك أقول كتورا ما شرب على الأرض ونيبين قدير مركا شك يا لويبا فيه فعل مجهولة وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض وإنا لا ندري أن الله أراد شرا لأهل الأرض من أرض ولهذا شرك إلهي اللهم إضافه سبحانه وتعالى إلهي وحا قرآن كأوردن واسدة وحي شر على اللهم إضافه وحي خير إلهي والله إضافه سبحانه وتعالى ولهذا حكمته وخير إلهي سيسوي إضافه وحولي ولقد أتينا واصيني لقمان لقمان الحكمة حكمة باصيني أن أشكر لله إلهي إلهي إلا قوم هذه الحكمة وحكم ذا ووناك كم ذا إلهي مركو نمعكو سيو إلا قوم هذه صح عافي ما تبالك سيو أبئيه يو ولا أكسبه إلهي كادلي عروت الصوماليات قبل يويلة لها كفرية وقتهين أبيالكين إلي وفي عينهين أبيالك الدين والرمك موقتهين هو يمكن إن يقف في عينهين هو يونك الدنيا تشرب ولا أرثا تلمع وأرث صح ما هي لي أباه مسلم كي صوانيات أذو كتعليا أذو كافكريا نفتي سأذو كتعليا عطل إنتو صنعوا لنهارة وين أذو عطل أنا أنت سنعب وأنا أذعته أنت أنت مسيحا وأنا أصيحته كلكم قال لي مسيحا حتى موسى مسيحا الله هذا مسيحا يسوي مسيحا أبو هذا واحد معنين يسوي واحد معنين أبو هذا واحد بين هذا الجن يسوي مع بين كورس عجيمة لكن قال له سلام أرتى سجاد الجن سيارة عوني وحو عوني واحد من يسعوني الباها مسلم كأبيه هو يدي سكران من نقضان سكران من نقضان الكهول مع بال لأنه المي سوداني إروسا اللوبين لكن قالوا انتي سكران نقضان الكهول عبان بالمهد الدلال والمهد قاتشي سكتغان way saaxdaan ilmahoodii oo soo jeedo oo baahni u saaxdo midkoode fiican aba sidaas aya aba midkoode fiican kan muslim ka fiican soomaa fidaw abriyalkiin muslim kan waa ku ugu fiican way iyaga qof kasta ka fiican imisa galba ilmahoodii intay gar ka tageen oo la arkay iyagoo baqtiyay halka noorga lagu arkay ee suudow ay ka dhacday saddex maalmood hooyadii ma weeyba jiftaaba daroogay cuntay iyadoo dhan ma joogto ilmihii gaajo u baqtiyay anaga hooyoyin keli aabayalkeen saamaha walaalayaan carruurtaydii hooyadeedii aabaheen innagay inoo soo jeedaan innagay inaga shaqeeyaan إلا ترى حرته إلا أدركته إلا يكون نظيفه إلا أسيحته وحاصله إيه ونفته ذوي إلا ويا مركب يالو ونرسم علينا يهويال ونرسم إيه وين أتشعل عنه وين أبعده وقوله ونو ونرسم سنين وين أبغطى أبايه ويدا إلهي برالك أنه سبحانه وتعالى إلهي وحول أدد أبايه ويدا سنين ونغطه أنا تنكو جيني لكن هذا سنين نقوم ويدو نار بعد كريسة ولا إله سبحانه وتعالى
اوكي مركا دغيست نيكا قصديسا وا قصه عجيبه ويا وحاوغو ري ويلكي سو يا لقمان وهو ها نسا شينا افريكانا لمدو وها لكن الهي وحوسي حكمه وانا ودي وحال الحكمه ما حد كاش وحانا يا حسين كما هبل انا وحان كا هبل يا حسين هذيكر وانسكا مصاح الحق ما هنا وحان اني حسين دبا اسكا هبل وحان قيم لهين بما تن كا هبل انا وحود وحان كا هبل وكليا وحي مهمه لا اقول فيما لا يعنيني halal baan qoota waxa halal waxay u maqaataa wax kale ma qaato ilaahay xikmad buu siiyay subhana wa ta'ala wiilkii soo maaluu yeeray wuxuu yiri wiilkayga oo dhageysto oo ku waaninaya waa ku wacdinaya ku ilaahay ha u shirkiyeen ma taqana shirki macnihiisa yaa ilaah ruurinaga allah yaa ilaah ruurin fartarka su'aalaha ma yaqaan yaa ku toob dambe yaqaan ma taqaan waxa ay qana way qana oo ila hada wuu ku tuugaa ila 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 ايه الهي وانت سواش ملفع ابور وانت مريق ابور تريز رعب اسكاب ذم اسكاب اوس سيلا فنوش كما كان واضح ايه حمزة ذم اسكاب المسكين الله الله بارك الله فيك مكا ابور كوان حيوة اسكاب اسكاب ابور تاك الله ينام مريق مكا سبحانه وتعالى طيب لقمان marka wuxuu ahaa ninka ay sheegay waxa la yiraahdo wuxuu ahaa habashi buu ahaa balaada ama noobii masarada madmado ee u dhaxaysa gobolka u dhaxaysa Suudaan iyo Masar dhaxdooda noobii dadka deegaan ilaahay halkaas uu ka yimid Najjar buu ahaa marka wuxuu sameen jiray kuraasan iyo miisas ku sameen jiray xalaas Najjar yani laakiin ilaahay ba ka sheekay sharaf wuxuu xaq u helay inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanka kaga sheekeyo bal waxa ilaahay siiyay in suuradan quraanka kamid ah lagu magacaabo magaciisa suuratu luqman tagaysta markaan ka wacdigiisa wuxuu yiri ilaahay uu shariigeen macna waxa weeyaan ilaahay kaliya caabud wax kale ha caabudin hadaadu ka tiyadu ka nisa allah hadaad magaranaysaa bardayaad bariisa allah ya hadaa wa caafi ilaahu abaa yoodi ya caafi ilaahu abaa yoodi jannada gee ilaahay say ugu naxariisteen say ugu dadaaleen ilaahu aad ugu dadaal ilaahu khayr si abaa yoodi ilaahay wa bariisa ilaahu wa caafimaad si ilaahu nolol wanaagsan si marka yaa bari allah yaa dutukan salaadu tukanisa allah hadaad gowracdo xoolayaad u gowracaysa allah marka shirku waa maxay ilaahay ku abuureyna taraa salaada dhuhurna ilaahay baa nutukan salaada maghribna waxaan u tukanaya midalan wax kale nis roobaysa maayo nis roobaysa tayb waxa tiraanu ilaahay salaada isa ilaahay salaada siinaya laakiin waxaan baraya nis kale sheekhu waxa jira muhiim jiddan oo mustawa weyn oo khatar ah isaga laakiin ilaahay wuu tukan sheekhana waan baraya waxaan baraya isaga sheekh siinaya waxaan baraya hadaan hadda xamu saxna sheekha balow waadar tan xamu saxay ويل المواي شيخ بلو المهي بالله شيخ المحكو تري مش شيخ الباقي المكو سين وعافمات كو سين قف بنا أدنيا
اوكي هو انت كسو قايسن و دنتي عمل كسيب و قال و خي و سمي و خي الله و سمي عمل صالح و خي و سمي و دنا يو لا كلمي و لا حسابي اخر شراء الدنيا تشوكتا عباده و هتنا سميسو مي مي صونه ساينا ترى انو شيخ خاطنتي وقتكاس با وديسنيا انو يسي عافيمات من عكرتا isaga ma taqaan meesha ku jiro ya ku sheegay inuu jannada ku jiro oo wax bixin karo ya ku sheegay inuu xafiis fadhiyo oo magarad garaysa qofkiiyada waxa ay siin intuu dhageysto uu soo diraya ku sheegay laakiin waxaan loo sheegay oo quraanku noo sheegay ilaahi subhanahu wa ta'ala inuu na maqlayo inu inda ajibi ya dan ilahi barino quraan kale wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala wa idha salaka ibadi adomadoodu adomaday baaday ku wadiyaan nabi maxamed oo idahan anni ani ka wadiyaan waxa tara fayni qareeb anu ilahi waray wal u dhawahay u jibu da'wata da'i qofka baryana wala ajibaya wa yeelaya wuxuu qoraasiinay tawaan uga soo mar sida sagaan qoray ducada waa cibaado weyn qofki ilaahay waxaan ahay bariyaa ilaahay buu shariikeyay shaqo yaa maadi yeelay ilaahay baa noolaa cibaadadiisi waxaan ahay xeelan marka wuxuu uga digay laana waa nin xakiima xikmad badan waxa ugu khatarsan waa maxay shirki ilaahay wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala inna allaha la yaghfiru an yushraka bih ilaahay baare ilaahay ma dhaafo hadii loo shirkiyeelo haddaad wax kasta hadaad shirik samayso oo ilaahay qof kale la wadaajiso cibaadadiisa lagu dhaafay ilaahay wuu dhaafaa ayat quraan asxaabta ku soo dagtay ilaahay wuxuu subhaanahu wa ta'aala alladheena aamanu wa lam yalbisu iimaanuhum bidhulm quraan waxa ku jirta ku ilaahay rumeyay oo iimaankooda aan dulmi ku dhaxfarin wax dulmiya ku dhaxfarin tayib maxay tahay dulmiga asxaabta nabiga u yimaadeen ya rasuulullaah annaga takaliif badan baa nagu waajibiyay waan qabannay laakiin aayadan way adag tahay maxaa dhacay ilaahay wuxuu leeyahay subhaanahu wa ta'aala qofkii ilaahay rumeyay aan wax dulmi aanan samaynin annagu waxa dulmi waa samaynay naftina dulmina taqsiir baa samaynay alladheena aamanu wa lam yalbisu iimaanuhum bi dhulmin wax dulmi aan ku darin ulaa'ika lahum al-amn wa hum muhtadun kuwaasi waa amaan bay ku jiraan wayna hanuunsan yihiin tayib qofka xidhan ayuna lam yadlim nafsa saxaabtu waxay leeyihiin ya rasuulallah qofkee baa naftiisa dulmi u geysanin anagu dhan dulmi baan samaynaa marka khatar baa ku jira nabigu wuxuu yidhi sallallahu alayhi wasallam war miyeedaan akhri qowlka ilaahi uu luqmaan ku yidhi subxaanahu wa ta'aala inna ash-shirka la dhulmun cadhiim shirki waa dulmi weyn aayad waxay u jeedaa shirki ee dulmiga caadiga uma jeedo quraanka aayadan fiir inna ash-shirka la dhulmun cadhiim shirkigu waa dulmi weyn wuxuu ku waaniyay luqmaan wiilkiisa wuxuu ku waaniyay hadda aayadda waxaa wasayna lisaana biwaaliday xamalat ummu waalan calaa wahl ma wasayni luqmaan baa mise waa aayad dhexdhexaada wasayda luqmaan sida qaalibka su'aal baa waalidiinta weydiinaya dadka waalidiinta su'aashan hadda waalidiinta weydiinaya ilmahaagu xaq ma kugu leeyahay المال حق مقبول يا هي قصه اللي دي شيء ان شاء الله وفهم يسام نبا ويمد ويمد نبا هرت ويمد امير المؤمنين عمر امير بن عمر ايو ويل ايو نوي باويمد او عبان ايو ويل كي انجليزي كعبان ايو ويل بوك عبان ايو وحول يا امير المؤمنين عنو قال عاقب يجيه هو يتبع يعني عاصب يجيه باهم ما
marka Umar waxaan qaxoon ugu yeeshay in adag buu aad iyo aad Umar radiyallahu ta'ala anhu tayib wiilkii baa yimid markaas uu lima caqaqta abaak abaa maxay caaqo u noqotay markaas uu wiilku wiil cajiib ah wuxuu riyaa amir al-mu'miniin ay uqu rajul walada abuu ama waalidku abee caaq ilmihi saaq ma ku noqdaa buuri yaani ma jira xaq aan ku leeyahay buuri abaay ilmuhu abee xaq ma ku leeyahay rasuul naxam markaas uu akhbirni ishaq xaq aan ku leeyahay abaay markaas uu wuxuu xaq aan abaa ku leeyahay inuu hooyada markuu guursanay oo ikhtiyaar keenay wanaajiyo inuu haweenay fiican guursado oo hooyada ay noqoto haweenay wanaagsan an yuhsina ikhtiyara ummik ilaa haweenad guursanaysa oo waxay dhalaysaa ilmay ku dhali ilmaha xaq buu ku leeyahay inaad hooyo wanaagsan ay dhasho kaasuu rikoo inaad magac fiican u bixiso laba interbeeris aad wanaagsiso oo quraanka barto diinta barto saddex hadaba yaa amir al-mu'minin wuxuu yiri saddexdaas waxa kuma lihi midna muura sabayni buudhaabahay kow hooyaday wuxuu ka guursaday buuri addoon majuusileh ma guursaday buu ayuu hortay ka dhalay addoon haweenay addoona oo xataa muslim ma leh nin majuusi uu leeyahay ba hooyaday weeye hooyaday aniga markuu dhalayay hooyo wanaagsan iima doorin ummi amatun yamlikuha majuusi wuxuu ii biixay markaan dhashay jucul xaar walwaal ayuu biixay magacayga xaar walwaal سوالو غعب المتغار يا فكر شقدي سوغت قاره ما قاعين نجعل بو يبي ما قاعين نجعل بو يلا قران كان هل ايد ما بري ولا ايه واحده مركاسا وحول عمر امير المؤمنين اذا قول فقد عققته قبل ان يعق عليك ada aa ku noqday wariintu sanad aa ku noqonin adiga ayaa aa ka wariisaga ma aha marka wiilkaasi aabihii wuxuu ku fadhiisay kursi uu ku fadhiisay qofto sheegay idan ilmaha la xaq ku leh sahih laakiin ilmaha la xaq baa lagu leh ilmaha waxa xaq ku leh quraanka wuxuu ilaahay subhanahu wa ta'ala wasayna al-insana biwalidayhi hamalatu ummu waxa ilaahay u dardaarmay ilmaha labadiisa waalid hooyadii iyabee inuu noqdo qof wanaagsan qof kuuno lihiin hatta hadday intaan xaqna kuuno lihiin inaad duceyso inaad u sadaqayso inaad ilaahay u barido hatta aad inaad ilmo saalix ah noqoto inaad dadaasho inaad taacada badiso maxay yahay waxa soo dhin waalidka wax buu ka helayaa waalidka wuu helayaa walahaada rasuulku xuri sallallahu alayhi wasallam ibn aadam ka hadduu dhinto amalkiisu wuu istaagaa ilaa saddex mooyeed maxaa ka mid ah walad saalixa oo u soo duceeya walad saalixa oo u soo duceeya idan ilmahaaga markaa tarbiyeynayso ee diinta kula dadaalayso adaa maslaxadaada ka shaqeynaya adaa maslaxadaada ka shaqeynaya bari uu ku soo duceeyo muxuu ku tari cilmiyaala suuqa inaan korino oo kobcino oo lacag siino oo qurxino hadhow haddana intuu diintii ka tago uu aduu doono wuxuu doonaa in yeesho adi markaa qabriga gasho muxuu ku tari muxuu ku tari in lagu wajiya yowal qiyaama lagu wajiyo lagu naa maxaduu tarbiyeen weyday diinta kula dadaal suuqu waa fac yowmal qiyaama waladu saalixu yadcuu lah hooyada sagaal bilood ba caloosha kugu waday sagaal bilood ya caloosha kugu waday nin baa wuxuu libaalay hooyadiibu wuxuu ku xajisiyey tunkiisa dhabarka intuu ku qaaday ayuu xajisiyey
هذه هو يدا تطلع فوق هذا حج حج بقيني ساحة يا هو يدا تطلع فوق هذا حج قيني الكرم يا ربي مصاصة بي توقع هذا دروب قاعد معه باور مساري ساحة دوشة يتاع ساعته دوشة ويا ساحة دوقع دروب إنا عن نصع التطول مع الموضة الأوكا ليجن ولا دوب نقطه قاعد يجي كوس عتين مهير كفا طيب هداك سوي سحق هذه مدلتي نبأوي من أمير المؤمنين وحوله ويني وحن كوح عجسي توكا كوح عجسي أما أرك يسابوني إن الحق يجي قتين لا والله والله بلا ما كي أورك كوح يس أورك أورك لايف تاه كريو تاه ضي آي تري حنون الله عرش اللي كتيرة حتى أكون مفلة تاسوني أنت حتى ومرني قنطه إيرو تاه ضي حنون سرطي وقفتن أي عرش اللي كتيرة قفتن با عرش اللي كتيرة حتى أنت وحياة قبطي أولكم مفلة هذا حولها أولا سيسو أوتوك كوحج سيسو كمفلة هل مرة يحنون سرطي يضع عرش كوحج ويدا إذا نكون ويكس كل دردار ماي إلهي هو شريكين أو كله عابد لبدا ذي والد بار هو سمان قرآن كسو إلهي سبحانه وتعالى وحاك لو كتر به عبادة وحور الظلم يا سمان إنها أنتكم مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله وقف يوم الظلم يا سمين إنت قيل توقتوا حتى يرتاح وإنت يدون عليه كاتو يوم القيامة ولكيني وأنا لغموق أبصال كان لغمح ميسد والظلم بإسكيلانية إلهي يقول سبحانه وتعالى إني حرمت ظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا الضوين ضطيها ضطيهم نفط الظلم نفط إذا كحرم إلهي وعادل أسماد إلهي بروا الصفات برنوا مصدر يعني سوى فعل يعني هو مثلا حكيم يعني غفور لكن له لكم عدالة كان نحن عدل العدل عدل مثل اللغة العربية والمصدر وحكم السنة ثبوت استقرار لس كمان مقعد لا يحسب حي العدل عادل مور لا عادل لا مور وعدل وحال عصوصة وازكاف صومالي نبغى حول مالج نبغى قيام يعني صومالي هو سياسي بنتي شو قيام بركة سنة زين بوها سنة هو رجع هوري صومالي ده جرّب بوها صعيدين صومالي متين صومالي لكن زين بوها نو أنا أكسب بوها حقيقة بركة صومالي بوها نسول الحويلي هم البان سويتين مكاسوري مصاروا حيد عبوري ليك مهندس كا يا هندسة مهندس يعني وطلع على صاصة يا مهندس ما ده عبوري حيد يا هندسة يعني أنا ما هندسة دي يعني وأنا من مجامع ربض المصاروا بركة وحول الكلي كذا ما أبوا ويا كذب وكذب يصعتوا يقولي بركة كذب ومصدر هندسة يعني فيه وحيالها ثابت كا بعد ما بنته وما واحد طارئه مرة وشيء مرة مي وهي دي وصعت هندسة وما وحب برتين وسجى بهندسة وكل يعني عدالة إلهي سجى عدل يعني وعدلني وسجى إذا ظلم هالصبيني وراك وحكوت شرته حتى ظلم السمايسوم وكيري سايوم القيامة وأنا لقاعد بيني صلاة تكوين كيليو خير ضد كفر وحمان تكهر الصبر وإلهي درادي وصبر هكبر لو ضد كاكو كبر إلهي متع لقوك متكبر كا مركا تصعو تسيق ورح بادل وصعو وهرقية كبر وصعو لي إتاس ونبه إلهي كواني سبحانه وتعالى امسوا هذا وصيدي لقمان امسوا يا مكة انترين مكة آيات امسا دردار باكو شرف لا تشرك بالله كو إله وشرك بالله ووصينا الإصابة بوالديه لو ذا دوال بارهم وقلبا
إنها أنتكم مثقال حبة مخدر ظلمها سويني وأمر بالعرف بخير ضد كفر ونهى عن المنكر حمانة نكرر ولا تسعر خدك للناس ضدك هكوكب لي وإن عهد حال تسعر خدك خفك وعلى كل هذا غزة تيجي كمل على كل هذا ما هذا على كل هذا أنا أكاسر يعني أبوك اللهم وأفصوا ما لحول إلهي يقول سبحانه وتعالى حديث شنظا مقلا قف متكبرة يعني وحال إلى ذا أتوم ويت أتوم ويت أفقرس بمعنى أتوم ميزان وحلال أتوم وحوير وكبر قف قلبه يسير كجرة شنظا مقلا وقف متواضع حنبلا انتا صدر دردارنا يقرد دردارنا لقمان ويكيسي انه قول انتا صدر دردارنا إلهي سبحانه وتعالى وحنكبري بفضله وكرمه انه نقل لقد وما صالحين إلهي وحنكبري توحيدك من المدينة إلهي وحنكبري انه نقل لقد باره والوالد خوضنا هذي نوليهين يا هذي الانتان محايا لي ووصيلة تشنظر لهم قلوهين إلهي وحكبر سبحانه وتعالى إنه نقل إذا ضد متواضعين وآن متكبرين هين إلهي وحكبر كوى ضدك خير كفرين ونقل إذا حمانتنا كرهبا وأنا أكسر الدعاة إلهي وحكبر صبر إنه نقل أرزقه وآي محايا لي دينت صبر بأوبانتاي طاعدنا صبر بأوبانتاي دعوذنا صبر بأوبانتاي قفك دون صابرة هين وحمهن أمبيد إلهي نقول دعالة أيالة دخل تريد ليك تسكب بيام بيدعون الله تريد إلهي يو وحقران ما يعني خانوني من الله تريد لكن هذه عقبات هو الرئيس يكون عاوة لفاق العرب وترى ماشا تاتا خير كما سويت شيء هذه مصابر متي وأنا صبرته داعي هو صابر قرآن إلهي سبحانه وتعالى وطوى حكوة شرطه مرك حق الولاي وتواصوا بالحق وحكا طبيسا وتواصوا بالصبر وحي حق لبا كيف أنا أهل أصبر بالبيب كان دائما هو صبر حقا خير ضد كفر ومان كرر صبر واسمحليني إن شاء الله تعالى وحان ضمعينا وحيره صورة داسوة صورة عجيبة يذكون آخرين إن شاء الله تعالى تفاصيل شهذا كلي وحان يكون وانين يا مقالة ربوضو خير بضن بضن يستان ساجد ونكسن بعدينه ضد بضن أو تشوغ النور كما يستان علماء ونكسن بعدينه ويردينا يسو صبرا يسو دلقاتا إسقاطة حيث نعينا حكا لتغينا حيث ودى بتشيدينا حكا لكافتومينا ما كلا كافتومتان كينا حتى إذن كان مقرسة وحقا إذن كان دوضا أوتاقا إذن كل يسوق تغسولوه حتى مر الله مصدح ويليقين حكا لتغينا ولا لا تهين سوسيتي باتهين مسلمة سوسيتي وحاتي ولينا الصوماليا خلنا البلو يتوقتان كينا حتى وحقا إذن كير حما لقاتا حتى مع صيحته كله أو طيار كان يقرس أي تشيدته صاقبته وكسه تشيده هارونينا كاسي كل كهرباء خير ملايين هرع هارونينا كسه تشيده وكسه عليه قفنا معها معصوم معها قفنا معصوم معها ولا ليال ولا على النقضة يصدوا قاتا ديت كينا عقلال هذا وحكا هليني من حكيمة من حكيمة وحكا هليني آلية قرب كشكي حكمة واقف ولقد أتينا لقمان الحكمة إلهي الحكمة السيئة شربا ترى الحكمة السيئة دا يخبر بيني الحكمة وليه وعين الحكمة لقى قاتا والحكمة الله وصعوه علماء وين احترامه نشعر وحولي حدي وحولي على احترام المعلم كان الجهل قال هذا كله غبز وايو حقوق بري ما اختار كان هذا وحولي احترام والعذر كان هذا كله غبز وايو كدوين ما يا فاصبر
لجهلك فاصبر لدائك إن جفوت طبيبه واصبر لجهلك إن جفوت المعلم قصة بالجهل قاعد هذا معلمك يقصد احترام وين وحبذا وضعها المعلمين تدعادنا الاحترام تام والكرام وصال وبلا خيرك إلى لي أتكتر تاني تنازل لسوس سمية وحددي من نمضة إلالية هل اترك باتهين ولا لا تهين سكدا يلوس كم يلا دبا شوكتان أما قد تروح وحلقة وينا من حق الصومالي بكحلو إذا كان يسيفو صوما وقوي وحاوح محاقة لكشي برف وحاوح لكشي لقناس علي يقضب الشمال المتجمد قضب الشمال كنهي برف كهر إذا هو معجزوي قرح ذي المصوب حوسان شو كان بقرح ذي اللي كان عيوه معجزوي يا حتى قف كل رشة قبره مني صومالي هذا ترى وحال 24 ساعة قرح ذي ما مدع على عيدك قبره مني ما فهم الكرام إذا حال هذا العادي ما كنت تتعلم إلهي هلا قعب صنع إسخاته ولا للنقضة إن شاء الله نور ولا نهيب النهي وهذا صوب وقمي إلهي وحبيب بني سبحانه وتعالى إنا نذين وعضي ذيكم صنع كسي في عام أهل وإن في عام تهين قرانك وحاكم بالغني أن أشكر لله إلهي كم مهدي محايا لي مهدي إلهي وحزي يا إساد معبك ومن كفر فإن الله غني حميد قفك كيف قالوا من معاد إلهي وكم معادين إلهي وكاكفتوا معه كم ربا نادقة لئن شكرتم لأزيدنكم هداد إلهي كم معادسان الله مهدين زيادة لي ولئن كفرتم إن عذابي لشديد هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزاه الله خير الجزاء بارك الله فيك هذا راجع سؤال شاذ هذا مهم وطاي وحيلان كذي المجتمع وحقوق صعب كرا ولا لما اتفاق حشيس يمنين وصعب كرا وحيلا ين الله ما يسكت الصلاة إلا نقول ما أظن أرجع ومجتمع غير مسلم نقول ما أظن ومجين تين الله هين بس نخلع ما ذا إلا سكت الصلاة لأنه لو ذا تسكت الصلاة وأهلك وباباينا من نبض وامين جدا بل وأهداف الإسلام كم تهدفكم يا خير ككم دوبان طبعا ما هي بادر الأمور وتعاونوا على البر والتقوى إلهي سبحانه وتعالى خير كسوك المستعان توقيت كانون ورجع ظرف خاص وكشرة نقول لو ذي كوي كوي تركيا أنا رجع كشرة دكتور علي صار كشرة وحان تقلي ترمسو وحان بدك ودك شلي اجتهاد تعصبيني وعلم بدر عن كلمة سني نما تركيا ويجون متخصصين إسطنبول وغيرني وحان بدك وحدك شلي نون ورجع دكان هذا سكجول وكشرة ستر هذا نور إسلامي ستر النور وحان كنت لأني مكان اجتهاد بضل يعلم سؤال بضل وحان كنت لأني توقيت كمكان توقيت كاس الحكومة ليسين هاي توقيت كمكان صحيحة وحان كنت لأني اللي قلقوا فارق ساعات دايا اللي قلقوا ويوق فارق ساعات ماها اللوجيك ماها هذا وحان قلقوا ليسين هاي تكني لكن وحيد تكذين
ama ay tukan doonaan sida ama way ka horaysaa ama way ka dambaysaa hal saac difrentu waa halka saac haw qaadanin adigu waxaan arkayso waa laano zaman baa u dhaxay zaman baa u dhaxay hal saac baa u dhaxaysa waa arrin cilmi ah oo baahan u baahan ma aha naqaashi iyo diskushion badan u baahan saacad markaa ka timaado ma ka wad badali waa la ala badali dib aad u cilmi hal saac dib u cilmi limada laano waa tawqiidka عملي ما يعني ما واحد فاكت ما لكن تيم خصاصة إنه هذا في رسالة شغلة نساعد دي بقنا عمارون بقنا وقت اللي يسمى بدل لكن ساعدنا على بدل إياه وحي لنصع تنمجدق يفتنك يهو بنصع تشخضي وعمي على أقل الله ذلك إذن الغاء هذا كسر ساعدنا كسر هذا أدوه أنا عملي قاية مش كتر سلاسة يكون نقولي ستوقيت مكة سلاسة اللي هي توقيت مكة لكن هذا ترى توقيت كان ساعدها ما توريه وحين نقول إسا إنها تخلط كشي نقول إسا مدى الله على المدى هذه الشيء قول الله أمورها النوع عاسى ذاتك أحد الناس محل كرم سبحانك وضع هل فرق محل كرم أنا ممكن لي محل كرم تعليم باب مرتشيخ وعلى صدق مع ذلك إنت أعلم يرفر إستو ما أرنك رأي التوقيت كان لدي سأقري فضل وراء عمي وإن استعمال علماء وخبراء مجمعات هذا هو اللي قلت لك فتاويض يا شخصي موضوع هو عفى عليه الزمن انتم ملك اللي يفر السؤال اسكفت يوضا مو نماطي ومجمعات ضدن بآراء سوكيستا ساسا وحلو ساسارا توقيت كاس وحلو قاتي صدح صلو إلى صلوين أنو صدح مربان تقي ترون لا ترون ستك صدح مربان إذا وحال لكوا لليا ولا ليا لكوا جزاكم الله خير مهتسن أروا هذا الشيخ رقم الوارو الشيخ وحال إن شاء الله تعالى جبا أولا قلتنا بسرعة الصالحة بيجي واجبوا لقنا وحال سكوتي إن شاء الله إنا بوضع أصوص سمينا توقيت اجتهاد كعلماء إيا وحي مصلحة إن شاء الله وهذه صدرنا إذا كن نقاشا اسكونا وافق إن شاء الله تعالى مكة مكة خيار كذا وخيار كوفي على مكة قرحة لا يسون شيء أين أنت؟ جزاكم الله بارك الله في دار معنا سؤالها ده وبعنا عقد يبدونا بعد عزل وقتي أنا أقوله بهاي طب في سؤال قوة هدي أرسل إن شاء الله شوف إلا حل كبيرة أما استحق يبرك من الجوع لو أبوس عندنا مع عشرة سؤال إن شاء الله تعالى وقت يصير دونا ديلا إلى هذا تاز من بعنا هذه صدقة وحد علي سب كروايو هو كوميونيكيشن كمالي wadaadkii adeer oo soo waxay oo ku cudur daartay aadam waxa ay u dhimaaday latirkiisa wuxuu yiraahdaa inaan ka qayb qaatay ahayd macnaheedu waa aadam maxamed yar taas ayadoo horteedii eelam la jeediyay inaan mid kale aan jeediyo marka arintaas waxa ay soo gaarsiiyay adeer aad ay jisaa oo qaran jisaa marka arintaas taas insha Allah taala oo aqbalno inta salaad gali kadib salaad aad ay u dhawdahay mashruucaas waxa uu qaadan karaa waqti dheer oo aan qaadan karaa waxa kaliina baad salaad laakiin waxa rabaa ardaydii waxaan u dirnay inay macnaha ay mas'uuliyad qaataan qofka waa yar yahay waa weyn yahay iyo duq waay ma ahan waa in lagu tarbiyeeyaa caruurta meel meel sigar waxa yeelay salaadii nabi sallallahu calayhi wasallam wuxuu yiri in la faro salaada muruu walaadadu bi salaada lisab dawasar halu far mal dawasar salaad ma daa loo faray waa in sadaqadii iyo wixii kale ay kali karaan insha Allah taala lagu sii tarbiyeeyaa marka waxaan rabnaa wax ma aha weelo qura ma aha laakiin waxaan karnaa dareen inay muujiyaan waxaan marka ardayda in waxa ay halal soo kacaan cidii lacag haysa inay soo kacaan ardayda lacag haysa halal ay soo kacaan ay soo gudbiyaan lacagta ay ku sadaqaysanayaan mashruuca ay taamta iyo mashruuca kale ee Sheikh Ciise mashruuca diban ka fiirsan doonaa waqtiga lagu ma filno diban ka fiirsan doonaa laakiin se waxaanna ina iska hormarin caruurta waalidku kuma jiraan waalidku yama hooga mashruuc markii fiirsadaan ayay bixinayaan iyo cidii kale weyn waxaanna ina ardayda iska hormarin taf
تفضلوا أرضي جابر وقع ما شاء الله شاب وليب ما شاء الله جابر عبد الله مشروع عاسمعو كتب الرعاية بقول كورونا جزاه الله خير الجزاء أسوك عن أرضي جابر الله بركة سوك عن أنس مع الأسد سوك الترتيب يا جزاه بارك الله شكري عبد العزيز شاغل فوريدي وابو مهندس الله ستر